يواصل مجلس الرقة المدني أعماله في خدمة أهالي الرقة، حيث قام المجلس مؤخرا بتشكيل لجنة الصحة. والتي تقوم بتقديم الخدمات الصحية عبر مراكز صحية أولية لخدمة الأهالي. اللجنة حاليا تتألف من 35 مهندس وإداري، عملهم الحالي اللي قمنا من فترة تأسيس حتى الآن هي تقييم المشاريع البنية التحتية الموجودة في محافظة رقة، من مشاريع المياه والمحطات المياه والمحطات الكهرباء والجسور الموجودة والمدارس. العمل تم ضمن المناطق المحررة الموجودة في شمال سوريا. كما تعمل اللجنة على تدريب كوادر طبية من أهل المنطقة لتأهيل وتحسين عمل المراكز، وتقوم بجولات ميدانية على العيادات والصيدليات لضبط المخالفات والعمل على ترخيصها. في البداية سوينا جولات ميدانية على تقريبا حوالي 13 محطة تصفية للمياه. هذه الجولات الميدانية حددنا فيها احتياجات كل محطة من نواقص، من لوازم، من كذا، ووثقناها عن طريق هذه المشاريع موجودة في لستة أو قائمة موجودة عندنا، ورفعناها للجهات المعنية بحيث نحصل على الدعم. وأشار مسؤولون في لجنة الصحة إلى أن المراكز الصحية تعاني من نقص في الأدوية والمعدات، مما يؤثر سلبا على الخدمات الطبية المقدمة للأهالي، فيما نجحت اللجنة بتلقيح آلاف الأطفال بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.